مرحبا، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن التنين 15 نيسان ابريل. اليوم القمر مرافقنا من برج الاسد حتى الساعة 1:15 بعد الظهر بتوقيت بيروت الصيفي، فرق صار في 3 ساعات مع التوقيت العالمي. بينتقل من بعدها لبرج العذراء، وبصير في عنا اليوم نهارنا مقسوم الى قسمين. يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية بده يعمل حساب ويسمع على أساس كل نهار القمر عنده موجود ببرج العذراء. طبعا الشمس هلأ موجودة ببرج الحمل. كيف رح بيكون نهارنا؟ بلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، الأجواء اليوم حلوة، نشيطة، سريعة. ما تنسى أنه الشمس موجودة ببرجك، وبالتالي هنالك نوع من سرعة في سير الأحداث، لكن سرعة ما معناتها سرعة في سير الأحداث ما معناتها أنه في أحداث سلبية، بالعكس تماما. روتين حياتك رح بيكون سريع جدا، هنالك تقدم تفاعل معك، وهنالك انفراجات كتير كبيرة بانتظارك اليوم، لا سيما حتى الساعة 1:15 الظهر بتوقيت بيروت. بتبقى المواليد الأكثر حظا 14 و15 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور، الجو عندك رح بيصير رائع، ممتاز، كتير حلو وكتير مهم. ابتداء من الساعة 1:15 الظهر بتوقيت بيروت، شيل منه 3 ساعات بيطلع لك التوقيت العالمي. ليش؟ لأنه القمر بيدخل لبرج العذراء الترابي، ترتاح، تتنفس السعداء. صار لك يومين شوي الضغوط عندك كتيرة، بيصير في عندك انفراجات، بيصير في عندك تقدم بعملك بشغلك، الناس بتيسر لك أمرك، ما بتعود الأمور عم بتضايقك مثل ما كانت عم بتضايقك مبارح وأول مبارح وحتى اليوم صباحا. فحضر حالك لانفراجات ابتداء من 1:15 بعد ظهر توقيت بيروت. وبالتأكيد الأكثر حظا رح بتكون مواليد نيسان أبريل، 11 ل15 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء، أنت من مجموعة الأبراج يلي بيناسبها الجو والحظ وكل هالإيجابيات الحلوة صباحا قبل 1:15. الأجواء بتضل معك، بتخلي الأمور تتحرك، بتبطل راكدي، بطل في ركود، وهنالك تفهم لإلك. حتى في سرعة الناس تفهمك بسرعة، تستوعبك بسرعة، وانت ايضا تتفهم الامور بسرعة. رح بتكون فترة مناسبة جدا تحت تأثير المثلث الفلكي الناري، مناسبة جدا لإلك لتطرح افكارك، ويمكن مشروعك، تقدم امتحانك وتروح لمواعيدك. لكن لأنه كوكب المريخ موجود ببرجك، كن حذر إذا كنت من مواليد 31 أيار مايو و1 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. اليوم مولود برج السرطان، الأجواء عندك جيدة، منا عاطلة، منا سلبية أصلا، لأنه وجود القمر ببرج الأسد أمر جيد بالنسبة لك. اصلا وجود الشمس ببرج الحمل منه سلبي، فقط بسلط الاضواء على امور مهمه عندك اياها رح تتطور وعم تتطور. اصلا شهر نيسان ابريل من الفترات المهمه جدا 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 عند موالي برج السرطان، لانه امور كتير كبيره ومهمه بحياتهم السنويه بتصير. اذا التطورات عندك اليوم مهمه، قبل الظهر وبعد الظهر ما بتفرق، الجو جيد، تقدم وما يهمك شيء. الاكثر حظا 15 و16 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، اليوم نهار بعتبره مميز جدا. المثلث الفلكي الناري بينك، بين برجك يعني، وبرج والشمس الموجودة برج الحمل، شيء رائع تماما. هو الشهر كله حلو، فكيف إذا كمان نهار حلو؟ من الأيام الأكثر حظا، أنت الأنجح، وأنت الشخص المناسب، وأنت الشخص يلي تقريبا إذا بتتمنى شيء بيصير. ما توقف مكتف إيديك. مولود برج الأسد نهار ممتاز قبل الظهر وبعد الظهر، وجود القمر ببرجك أو ببرج العذراء ما بيأثر. الأكثر حظا 17-18 آب أغسطس، وبدي أضيف عليهم 19 آب أغسطس لأنه في تأثيرات حلوة من الشمس. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء، الجو عندك ناطر، مثل القاعد ناطر، ناطر مرسال، ناطر شخص ليوصل، قاعد ناطر 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 ناطر.
بيوصل القمر لبرشك على 1:15 الظهر بتوقيت بيروت الصيفي. عندئذ مولود برج العذراء بتبلش الأمور عندك تبرم برم بسرعة رهيبة، بتفرح شو اللي عم بيصير، بتستغرب شو اللي عم بيصير، أجواء كتير حلوة بترافق اليوم مولود برج العذراء. حضروا حالكم بعد 1:15 بعد ظهر توقيت بيروت، الأمور عند مولود برج العذراء بتحقق لك أحلامك وبتدخل بمرحلة مهمة وكأنك عم تطوي صفحة من هالسنة وبتبدأ صفحة جديدة. لكن طبعا بدك تنتبه انه من الوحدة من الصبح للوحدة وربع الظهر توقيت بيروت الأجواء هادية وما فيها شيء، بالعكس تماما هدوء وتأخير. الأكثر حظا 25-26 آب أغسطس، وهون لازم أقول هيدي التأثيرات من كوكب أورانيوس، لكن لأنه في عنا القمر عم يوصل لبرشك رح بتكون الأكثر حظا مواليد شهر آب أغسطس كلها 13-17 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان اليوم نهار كتير ديسايسيف، نهار كتير حاسم، في فرق كتير بالتأثيرات الفلكية اليوم. من الصبح للوحدة وربع الظهر توقيت بيروت هي الفترة الأفضل بهذا النهار، بس لما ينتقل القمر لبرج العذراء تدخل في متاهات وفي دوامة من الحيرة من التعب من كل شيء، من الأحباط من التأخير. ما تزعلوا مني، عم بعطيكم نوعية الوقت، واصلا ما بسمح لحالي اعطيكم صوره مختلفه منا صحيحه. فانتبهوا مواليد برج الميزان ابتداء من الوحده وربع الظهر توقيت بيروت الصيفي بتدخلوا بمتاهات وبتدخلوا بمرحله كتير صعبه كتير دقيقه، تجنبوا فيها المشاكل كليا، المشكل يلي بيصير بهالفتره او اي ورطه او اي خلاف او اي كونفيوجن التباس معقول يطول يومين ثلاثه ليزبط. الأوفر حظا نسبيا 17-18 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب هيدا نهار بعتبره مفيد لألك، بعتبره فعال، بعتبره بيشتغل هيدا نهار لألك، ما بيأذيك، ما بيأذي مصالحك، هنالك نوع من فرصة خاصة بعد الظهر والمساء مع وجود القمر ببرج العذراء لتبين، بتبين قديش صفاتك الحلوة بتبين، والناس رح بتكون معك ما رح تكون لحالك. يمكن قبل الظهر عند مولود برج العقرب في عنده نوع من موقف مهم بده يثبت حاله، فما تخافوا من شيء، نهار جيد أوله مفروض ينتهي بطريقة جيدة. لكن الأكثر تعبا ما تنسوا في مواجهة من كوكب أورانيوس إذا كنتم من مواليد 25 و26 أكتوبر. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس الأوضاع ولا أجمل من هيك تحت تأثير المثلث الفلكي الناري، حتى الوحدة وربع الحظوظ 100%، التوقيت ممتاز 10/10، ما بيخاف عليك. حتى لما ينتقل القمر لبرج العذراء بدك تعمل حساب أنه في احتمال أنه تحصل على فرصة لإثبات الذات، نوع من امتحان، نوع من دروب كويز، نوع من سؤال أو موقف محرج، ما تخاف من شيء أو قلبك، الأجواء ممتازة. الأكثر حظا 16 و17 كانون الأول ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي تتحسن الأمور مع وصول القمر لبرج العذراء على 1:15 الظهر توقيت الصيفي لبيروت، تتحسن الأمور. مولود برج الجدي بيلاقي حاله أنه عم يتقدم، بيلاقي حاله أنه أف في حدا عم بيفهمه، عم يتفهمه، عم يتعاطف معه، عم يعطيه اللي بيريده، وكأنه في عقبة زاحت من دربه. فحضروا حالكم من بعد ما مر عليكم 4-5 ايام صعبين، بانتظاركم انفراجات. الاكثر حظا هي مواليد ديسمبر بشكل خاص 24-25 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو بعكسك القمر من برج الاسد، بيسبب لك وجعة راس، بيسبب لك نوع من انفعال، سرعة في الانفعال ويمكن تسرع في القول والفعل. هالشي يمكن لمسته امبارح، حدا زعل منك، الجو بعده نفسه حتى الوحدة وربع الظهر توقيت بيروت الصيفي، بعدين بتتحسن الأمور، بتتغير الظروف وبصير في شوية انفراجات عند مولود برج الدلو. الأنشط هو 29 و30 كانون الثاني يناير. وصلنا لبرج الحوت. مولود برج الحوت الجو نوعا ما وكأنه بيفسر لك، بيقدم لك تفسير، بيقدم لك
فرصة مختلفة، بيقدم لك فرصة لتخلط الأوراق وتلعب تقريبا الورقة اللي بتريدها، وكأنه بخليك نوعا ما تتفهم الأمور بطريقة حلوة وجيدة. هذا الجو منيح لإلك حتى الوحدة وربع بعد ظهر توقيت بيروت، لكن بدك تعرف إنه في شغل كتير، بدك تعرف إنه في نوع من سكيدجول بدك تمشي عليه. ما تفكر إنه الأمور من على حالها رح تمشي، بدك تقعد من الصبح للظهر وأنت عم ترتب أوراقك وفعلا ماشي على الأولويات وفعلا ماشي حسب الأصول. التأخير والأغلاط ممنوعين. بيوصل الأمر لبرج العذراء على الوحدة وربع الظهر توقيت بيروت، وهون مولود برج الحوت يمكن بحس إنه في شيء عم بيضايقه. يلي عم يتابعني القارة الأمريكية، من الصبح يمكن في عندكم ضغوط بتحسوا فيها، ما تنزعوا الجو، ما تسببوا لحالكم ورطات، ما تأزموا أي مسألة لأنه ما بتحرز الأمور، هي يوم يومين وبيقطعوا. لأنه كوكب الزهرة موجود ببرجكم، هنالك حظوظ كتير حلوة اليوم عند مواليد 13 و14 أذار مارس. بختم مع مولود اليوم، شو بيحمل الجو الفلكي لمولود اليوم؟ ما بتفرق أي سنة خلقانين. بانتظارك سنة لامعة، سنة حلوة، سنة بتتقدم فيها، سنة بتفرح فيها بأكثر من فرصة عائلية، شخصية، مهنية واجتماعية. نجمك قوي بهيدي السنة. هيدي السنة لازم تروح فيها للآخر، لكن لازم تكون محضر حالك. نيسان أبريل، أيار مايو، آب أغسطس، ديسمبر هني أفضل الأشهر. بدي أتمنى للجميع نهار كتير حلو. ما تنسوا تتابعوني بالأبراج الأسبوعية أيضا. بشكركم، إلى اللقاء، باي باي.